بقى فيك شارة امبارح مش واحد من واحد. نحكي كورة كابتن مقابلة الرجل الذي تونسي نادي حمام لنف. الترجي في أفضل حالته وقف السلسلة الإيجابية للهمهامة ثلاثي منها ثنائية الحمد العكايشي مكنته من الارتقاء لصدارة الهدافية. الحمد لله اليوم أنا في الشامبيونا كل جمعة زاد المركب ما فماش معناها شوف الماتشوات اللي لعبتهم كان ما مركيتش ممكن كون ديسيزيف. عودة النجاة على الترجي تزامنت مع الفورمة الكبيرة للاعب الرواق محمد أمين النفزي وتألق أسامة الدراجي في وسط الميدان. الحمد لله دولي بالخدمة قاعدين نخاف الاوتوماتيزم مانيش وحدي دولي في الاكيب ان شاء الله ميريت معناتها في الماتشات الجايين ان شاء الله عازمين معناتها يد واحدة ان شاء الله نوصل للاوبجيكتيف نتاعنا انا ولا سامح ولا يهاب كيف زيد كنا نخدم على رواحنا بلايس في التراجي تتفك مش تتعطى واحد زيد يخدم على روحه كاو. مرحبا بكم من جديد. دونك هذا فيما يخص مقابلة الترجي هذه التونسي نادي حمام لنف ثلاثة بلاش. نبيل أهم الاستنتاجات الفنية من المقابلة هذه. المقابلة هذه كنت شاهدتها يعني بالنسبة للترجي التونسي يظل في المقابله هذيا بدل البلاسمون نتاع اللاعبين نتاعو وحكيت عليه حكاو عليه حتى الناس الكل. دونك لعب بلوزونج لعب بالدراجي وبالمساكن في السيران وافول وراهم ليترونجي الجديد اللي جا ودونك دوز اتاكون قدام. حاجه نحب نقولها اللي كيما لاحظت الناس الكل اللي الدراجي قاعد وماهيش الفورم نتاع الدراجي الكبير لانه فورم نتاع الدراجي كبيره اكبر من هكا ولكن قاعد يسترجع في فورمته معناها من ماتش الماتش. العكيشي كيف عكيشي سيتا معناها جوار كي بيز على الديفونس نتاع اي ديفونس توا في تونس ومازال ينجم يعطي اكثر من هكا لانه شفناه حتى معناها افيك بي دروا كيما قال مراد بي جوش تاع ميسي. دونك عطى البونتو الثاني نتاع البونتو الثالث نتاع الدراجي. دونك اجمالا الدراجي التونسي كان حاضر خير من الادفيرسير. نادي حمام لنف اللي ينقص نادي حمام لنف في المقابله هذه هو خاصه البريسيون على الادفيرسير. البريس با الادفيرسير يخلي برشا داير شفنا الهدف الاولاني نتاع العكاشي خلى 3 متر الدراجي 3 متر تنجم تعطي باس معناها في ظهر الادفيرسير هذاك اللي صار. دونك الترجي التونسي في رادس في تونس ما يسمحش شفناه مقابله الكل تقريبا ربحهم ولكن عنده مشكل يزم يلقى له حل اللي هو 3 ماتش الاكستيريور اللي متعود معناها الترجي التونسي يجيب دي بوان من برا اللي هي تعطي فيه معناها فافور الشامبيونان. كابتن بالنسبه لاحمد العكيشي تكلمنا عليه سابقا نعاودوا نتكلموا عليه هو اللي فرض روحه الحقيقه الدوبلي الثاني وكان الاخر دوبلي ضد حمام لنف كما تكلمنا. احمد العكيشي كيفاش تقييمك ليه؟ والله احمد العكيشي سيت اون فالور هداف سيت ان جوار دو سيرفاس سريع يمتاز على كل الهدافين الموجودين خاطر نحب نتكلم على هداف مش على مواجه خاطر الناس الكل تهجم على الهدافين الموجودين توا في القسم الوطني وليس البطوله المحترفه لان هذه مغالطه تاريخيه ليس هناك ليك بروفيسيونيل ان تونيزي هو القسم الوطني اللي يمتاز عليهم احمد العكيشي خويا لونشينمون يعمل لك انشينمون تكنيك في 15 سكوند. احمد العكيشي عنده خاصيه نتاع لي غرون بيتور. ما معنى؟ معنى اي نو بونس با الى جي ما يخممش ما يفكرش يقول لك تعطي باس سي بريمير بان تاع روسيا ضرب في يضرب اهداف الكل معيط له شينيول الحق ان شاء الله ما يتغشش مني تبارك الله عليه شينيول فريمون شينيول اوب دوب ما تشوفش البونتو نتاعو فهمتني ان شاء الله ما يتغشش عليه بون يعطيه اسماء الهدافين في المانيا وفي كذا تبقى حمل
حمله في البلاد كانت تشعل كابتن الترجي شو الترجي مش عادي يعني اعطاه اهميه كبيره للترجي. تبقى ان الشوط الاول نادي حملنف شلخص بايجاز لا عرف يهاجم ما عرف يدافع. الشوط الثاني كان احسن إيه وكانت اخطاء كبيره ياسر في الدفاع على مستوى الفردي والدفاعي كوم اون بيكاش نو فوت معناها في وردباك تغط مع الترجي ومع 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 احمد العكيشي ومع الحق معناها فريق متكامل. تبقى نادي حملم في ذا تولي عنده اورجانيزاسيون احسن من هكاك. تبقى اللي راهو خسر ملاعبي كبير اللي كان الليدر تكنيك والليدر من التيران اللي هو نبيل حامد. صعيب ياسر حملنف خلات نبيل حامد يخرج من غير معوضته. بالرغم هذايا حملنف عنده في عنده ثنائي هجومي دياكيتي وسالومون حتى هذايا سالومون شينيول صغير تو تشوفوه هذايا نزل في الشوط الثاني مع مسعودي ومع الزيادي ومع الوليد الباهي المسكين يعمل مباراة كبيرة المسكيني ومع شوية دفاع تتروش لا باس عليه حملنف. تبقى اخي هذا خالد حسني خالد النجار شينيول وتتروش لا لا معناها تبارك الله با خاطر في 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 زابينك الجمعيه دي لا في اوروبا يعطيه اسماء انت قال لك طنق هذاك بانسر طنق هذاك هذا باهي مش مشكل. نبيل يعني الترجي هذه تونسي كل ما تنقل صعوبات في رادس ما فماش مشاكل. كيفاش تنجم تفسر الموضوع هذا؟ ترجي ماهوش بدا البارح يلعب كره في الرابطه الاولى نورمالمون يعرف يسافر يعرف يجيب النتائج من برا يعرف يجيب الانتصارات من برا. علاش الموسم الحالي كل ما يلعب خارج رادس تكون النتائج مش ممتازه؟ بون عندي تفسير زوج تفسيرات. التفسير الاولاني هو انه مرحله انتقاليه لانه مدرب جاي جديد دونك سي نورمال باش يخدم في شوا هذا في شونجمون هذا وهذاك حتى تقريبا بعض الاحباء او المقربين الترجي يلوموا على المدرب هذا ولكن اعطى اجمالا اعطى معناها تابع خاصة دوميسيل عطى تابع هجومي للترجي التونسي وجرب حاجات حلوة شفنا دي جونشمون باهين. ولكن البروبليم الثاني هو بروبليم دو تيران. كنشوفوا لي تيران اللي لعب فيهم الترجي التونسي الترجي التونسي نادي رادس فيقسي نادي الافريقي ليتوال معناها الجمعيات كلهم تحب تيران باهين حتى عادل الجمعة اللي فاتت تفرجنا فيه تشكى من التيران يقول دوميسيل معناها نلقى مشكل باش نعمل اللعب. دونك الترجي التونسي فريق شو نعرفوا تكنيك سيت اون ايكيب اللي كي جو لاتاك تحب التيران باهي باش تعمل كنترول باهي والباس باهي واذا ما ثماش تيران باهي ما تنجمش تعمل كنترول باس باهي دونك ما تنجمش تلوم. ولو انه الترجي التونسي في بيجا خلق العديد من الفرص شفناه 6 و5 فرص دونك ما ضيع الفرص. ليكيب وقتاش تخاف حيدر وقت ليكيب ما تخلقش فرص وقت ليكيب ما تخلقش فرص مشكل. لعبنا زاد في تيران المستير شفناه تيران معناها لانكس تيران معناها امبراتيكابل براتيكمون وفوق من هذاك معناها رغم هذاك في الدوزيام ايتون كيف كيف الى بريسي وخلق لي زوكازيون وعدل وكان ينجم ينتصر. دونك الترجي التونسي ممكن اللي تيران ما مش قاعدين يساعدينه مساعدينه بالبي ولكن يلزموا يتاقلم مع تيرانات هذوما. ثم دي تيران كيما كي تلعب لو جو ديريكت افيك دوزيام بال كيما تيرانات كيما متعودين في تيرانات المرس ولا حاجه تمشي وقت تمشي ما تحضرش ان بلون جو باش تحط الكره في القاعده دونك تحط الكره تنقز لوز تيران تعديه وتستنى دوزيام بال وتقدم لي بال اريتي وهذاك اللي صاير مع جمعيات اللي قاعده تربح برا. شفنا نادي الفريق الجمعه هذايا في الاسبوع هذايا كيفاش ربح الاكسترير دونك لا بريباري الماتش كيما يلزم يتحضر في نفس السياق. 7 اهداف سجلت 6 منهم ضربات جزاء لا حاجه اخرى سجلت. وين سجلت؟ 4 في المنزل و3 في رادس. راجعين احسن معناها ميادين ان تجب تلعب عليهم الكره. ولو ان الترجي قال نبيل معناها تلقى مشكل في التيرانات الخايبه فما جمعيات اخرى ما تلقاش مشكل تربح كما كفريكا في قصر هلال تربح في قروان تربح في كذا تربح. دونك ملاحظه فقط حيدر نعتبرها هامه جدا انا مش من زاويه فنيه. بليلي ملاعبي استثنائي ملاعبي كبير ياسر وقت اللي يوصل للترجي الرياضي التونسي عاقب البلايلي على خاطر جاء مخر للسيونس دو فيزيوناج معناها الترجي الرياضي التونسي على المستوى التاديب بدا يرجع للثنيه الصحيحه لانه في الترجي الرياضي التونسي الترجي باش ينجح يلزم الانضباط والانضباط يبدا مع الملاعبيه بين ظفرين فيدات الملاحظه الاولى الثانيه الترجي اليوم ينتصر ويفرج مع المدرب هذا اللي كان مؤقت دول المؤقت هذا قديش عمر الترجي يا فتحي؟ 95 مؤقت هذا قديش عمر الترجي يا فتحي؟ 95 الاحتفالات بال 95 عام بالنسبه للترجي ونرجع بلاتو جانفي 1919 15 جانفي 2014
95 عام هو عمر شيخ الأندية التونسية الترجي الرياضي التونسي. عمره طويل ومجد كبير. منذ التأسيس انخرط الترجي في منظومة العمل الوطني كما الجمعيات اللي جات بعده. حمل الترجي ألوان الراية الوطنية في أكثر من مناسبة وأكد أنه أكبر من مجرد جمعية. تاريخ حافر بالألقاب المحلية، بطولات، كؤوس، ألقاب إقليمية وألقاب قارية في مختلف الاختصاصات. فريق باب السويقة مدرسة أنجبت أجيال وأسماء كبيرة، لعل أبرزها لاعب القرن وصاحب الكرة الذهبية الإفريقية طارق زياد. الترجي رسخ ثقافة التتويجات ويبقى النادي الوحيد اللي ما بعدش على الألقاب في الرياضات الجماعية والفردية. هذا الكل يبقى راس مال الترجي بخلاف تاريخه وألقابه جمهوره الكبير. احتفالات جماهير ترجي ب 95 عام، قرن الا خمسة سنوات خالد. نعم. تاريخ طويل وعمر كبير. والله شو انسان ما نجمش يلخص في دقيقه ودقيقتين مسيره الترجي كما قلت على صفاقس. ترجي سيت ان دي مونيمون دي فوتبول تونيزيان من كل النواحي، مدرسه، مؤسسه، مدرسه اخلاقيه، تربويه، نضاليه. اكبر خطا عملوه الكتاب الاسود، فهمتني؟ واليوم صارت لا ريبونس الكتاب على احمر. لا ريبونس عنده لا ريبونس دونك فتح. لا فهمتني. دونك الترجي التونسي شو باش يقول عليه واحد؟ مش نقول في كلمه، لي كرون نو مور جامي. فتح عندك كتاب، نتصور عندك ما تقول عليه الكتاب هذا. طبعا الكتاب هذا شوف، الترجي رمز الوطنيه. الترجي رمز الوطنيه. شوف الكتاب محلاه، ما تطبعش بعد نصف الليل وتتوزع في منتصف النهار. الناس كل قراته باش يعمل كيف. الترجي في الكتاب هذا نقراه انه تولد قبل الحزب الدستوري اللي جاب الاستقلال نتاع البلاد، تولد قبل الكبيره لو جي تي تي. الترجي تولد لمكافحه الاستعمار. تعرفش انا نهار فكرة الترجي يوم 3 مارس 1918 سماوه الأحد الأسود. سماوه الأحد الأسود من هرتها الشرارة الأولى لولادة الترجي. شوف كتاب ملون حلو مزيان، لا علاقة له بكتاب الأحزان، لكنه أحسن رد على من يجهل التاريخ. سمحني نقرأها الكلمة على خاطر فما ناس زي ما تسمعها. والترجي طبع التاريخ ومن حاول تشويهه خرج من التاريخ. هاو الكتاب المزيان، أما الكتاب الأكحل يبقاش في البال. ولهذا اللي باش يحكي على الترجي لازم يقوم بكري. ريت الاحتفالات، أنا هو من الأحزاب عنده غنايك، غناية الترجي ولا الإفريقي ولا الصفاقسي ولا أولمبيك الكاف ولا غيره. أنا هو من الأحزاب قادر باش يلمك العباد هذوكم بلاش كاسكروتات وشوكوتوم وكيران تعبي فيهم. أنا هو من الأحزاب. بالله يحشموا على رواحكم شوية. هاو الكتاب الصحيح، بوملون، بومزين، كتاب تونس. لأن الترجي تونس، حب من حب وكره من كره. الكتاب عبد العزيز بالخوجة اللي فيه تصور وفي برشا والفعل المرحوم حسام بالخوجة رئيس سابق للترجي. خالد، نعتبر أكيد الترجي جمعية كبيرة، شنو هم التقاليد ممكن، شنو هم الحاجات اللي يحافظ عليها الترجي حتى يستمر كنادي كبير طيلة 95 عام؟ باش يستمر نادي كبير باش يستمر سهل برشا. يلزم الحجم نتاع ماضيه يكون في حجم تاع حاضره. الحجم تاع الماضي تاع الترجي هو هو قعد، ويمكن في المستقبل يكون مش يزيد، مش يزيد يكبر. ولو ان شاء الله انا كنت اتمنى انا في 95، اما ان شاء الله في هو بالنسبه للترجي وغير الترجي الافريقي والناس الكل في عيد ميلادهم، في عيد ميلادهم ان شاء الله الترجي في عيد ال100 ان شاء الله الدشن كومبلكس سبورتيف جديد معناه حديث مودرن. ان شاء الله الترجي يدشن ان سونتر دو فورماسيون معناه بمواصفات عالميه.
هذا هو المكسب. وقت تقول لي انت شو الترجي يلزم الحجم بتاع الماضي يكون في حجم يكون وتكون معناها فما استراتيجيه استباقيه. الترجي التونسي معناها بكل صراحه وكل واقعيه معناها الترجي هو اول واحد بدا بالوتيل، عمل الوتيل عنده، عمل معناها كان قاطره في تكلمت مره اخرى مع وقت كان سيد رئيس الجامعه على الحوكمه هذه باش تتصرف في جمعيات انتهت، توا فما حداثه، توا فما مواصفات اخرى تاع فرق، دونك لازم الترجي تتاقلم للعصر كما الافريقي كما الافريقي كما النجم كما السويس كما حملف كما النوادي الكل وكما قلت لك ليغرون امير جامي. كابتن ممكن زاد نمشي لنبيل، الشهاده من عند الترجيين للترجيين باهي، لكن لما تجي من عند واحد صحيح ولد اولمبي باهي، لكن زاد انت ولد النادي الافريقي نبيل في مناسبه من عاد نعرف لكن بالنسبه تونيزيا لا ما شيء هذا كلام كتابي. الترجي مش باش يحكي عليه معناها بون امبورت، الترجي فريق كبير، فريق معناها متوج بالالقاب، فريق عمره 95 سنه، سي فري انا صغير بوتيت ثم حاجات ما نعرفوش تواريخ ما نعرفهمش، نقول عليهم فتحي ولا سي خالد. يقولوا عليهم 1800 تعرف تو 1800 لا كمان تعرف قلبي انا حاجات. دونك الترجي التونسي فريق كبير، فريق عريق كيما النادي السويسي كيما النادي الافريقي كيما النجم الساحلي كيما الاولمبي البيجي كيما حمل لنف كيما الكل، ولكن حاجه نحب نقولها ان شاء الله مبروك الانيفرسير نتاعهم، وان شاء الله ديما الترجي بخير، وان شاء الله رجال ورجال النادي الافريقي ورجال النادي السويسي والجمعيات هذوما الكل يكونوا بخير. ولكن حاجه نحب نقولها مع خويا فتحي، نسيبوا الجمعيات ما ندخلهمش الاحزاب يزينا يا خويا، دخلش تجبد في فلان وهذا خليه الجمعيات الكوره، خليهم للكوره، حتى الرؤساء نتاعهم قاعدوا للكوره ما ينجموش يعملوا السياسه. جوست مع الكوره باش نعرفوا نحكيو بعد شويه برشا كوره نبيل باش تاخذ وقتك الكامل، مرفات كلينا لك شويه حقك بون الوقت. انا جبت معايا قلت لك الزيت من جيت فاصل ليزيوترا تاع الاهلي هما اللي كانوا اكثر عدد في ميدان التحرير، دونك باقي شو الكرة الرياضة والسياسة لا سنوري دولوتر هذا يتغذى من الآخر. ما تنجمش تفصل الرياضة من السياسة، مستحيل. نأجلو شوية نبيل، نأجلو شوية الموضوع هذا، ما نخدموش بالرياضة والسياسة، ما نحطوهاش في الخدمة.